طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج عين على الاسبوع، نستعرض ابرز احداث الاسبوع الماضي ونبدا من العناوين. 28 من الشهر الحالي، قمه عراقيه مرتقبه تجمع بين المتخاصمين وتبحث ازمات المنطقه. وسط تحذيرات الحكومه جهات سياسيه تهيمن على مفاصل المفوضيه ودعوات لدور اممي اكثر حزما. ومساعي لتثبيت سلطة الدولة عبر إزالة التجاوزات، فهل ستشمل المتنفذين؟ تتساءل الطبقة الفقيرة. مرحبا بكم مجددا. تعول بغداد بشكل كبير على القمة التي تستضيفها نهاية الشهر الجاري في تهدئة التوترات بالمنطقة والحد من التدخلات الخارجية التي تعصف بالعراق. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. قمة منتظرة على مستوى قادة دول الجوار الإقليمي من المقرر عقدها أواخر آب الجاري في العاصمة بغداد، تمثل الحدث الأهم والأبرز في الساحة العراقية منذ عام 2003، إذ يعد انعقادها مؤشرا على عودة العراق لدوره الإقليمي واستعادة مكانته عربيا ودوليا. يمثل عودة حقيقية للعراق بأخذ دوره الإقليمي، كما يمثل أيضا يعني اعترافا من دول الجوار ومن دول عالمية أخرى بأهمية العراق الاستراتيجية في المنطقة والسلام والأمن. وكذلك العراق في وضعه الحالي سيكون بحاجة لمثل هذه الجهود، خصوصا من الأزمات الكثيرة التي يعاني منها على المستوى السياسي والاقتصادي. ومع بدء العد التنازلي لانعقاد قمة بغداد الإقليمية، ومع الاستعدادات الجارية والتحركات المكوكية نحو دول الجوار والعالم، تنتظر الأوساط السياسية تحركا حكوميا يسبق عقد القمة، يتمثل بحوار سياسي داخلي يجمع الفرقاء في تقريب وجهات النظر وكيفية تطبيق مخرجاتها على أرض الواقع. بالنسبة للدعوة، باعتبار أن هذه الدعوة فيها الكثير من الأهداف، كانت على الصعيد الملف الأمني أو صعيد الملف العسكري أو الملف الاقتصادي الذي هو يمكن أن يهم هذه الدول المحيطة بالعراق، يعني الأردن، الكويت، السعودية، إيران، بالإضافة إلى تركيا. قمة يحاول فيها رئيس الوزراء لما شمل الفرقاء وإذابة جليد الخلافات في منطقة ملتهبة الصراعات والنفوذ، فيما يتوقع مراقبون مصالحة تاريخية تجمع بين الرياض وطهران لتتحول بغداد إلى فيينا جديدة لترسم طريقا جديدا للاستقرار داخليا وإقليميا. بعد قمة ثلاثية، قمة إقليمية لقادة دول الجوار والعالم سيقطف ثمارها العراق، فيما تتعالى المطالبات بتحرك سياسي داخلي يسعى لتطبيق مخرجاتها على أرض الواقع. من أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوجة. إذن حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ فاضل البدراني. مرحبا بحضرتك أستاذ فاضل. العيون كثيرة أستاذ فاضل كما تشاهد على هذه القمة، والبعض يتوقع أنها ستختلف عن القمم السابقة. إذا ما نظرنا إلى نتائج قمة التي جمعت بين الملك عبد الله والسيسي حتى هذه اللحظة ليس فيها نتائج واضحة على الأرض، شنو الجديد بهذه القمة ولماذا تعقد عليها الأمال برأيك؟ صحيح، القمة جاءت في ظروف وتحديات كبيرة تشهدها دول المنطقة ودول أقليمية ودول خارجية بما فيها الغرب يعني والولايات المتحدة الأمريكية، لكن واضح أن هنالك عزيمة لبغداد من أن تكون فعلا أرض للسلام بعد أن كانت أرض للصراعات والتحديات الدولية. ليس هنالك الآمال ممكن أن تتحقق إذا ما نظرنا إلى رأي العراقيين، آمال العراقيين، ولكن يفترض أن تكون هنالك أطراف دولية. الدعوة لمؤتمر دول جوار العراق الإقليمي هذه جاءت على لسان السيد رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، ولكنها جاءت بالتزامن مع مشاركة السيد الكاظمي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في موضوع الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.
وواضح أن هنالك تنسيق عراقي أمريكي أوروبي حتى عربي أقليمي، إيران تركيا الدول العربية دول الخليج العربي، واضح أن هنالك رغبة شاملة بأن هنالك تحديات كبيرة ستشهدها المنطقة. وحقيقة كان هنالك تساؤل لماذا في بغداد ولماذا في هذا التوقيت، مع أنه بغداد مشغولة بموضوع الانتخابات والعراقيين مشغولين بالتحديات أمنية. لذلك عندما جاءت عملية انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة جماعة طالبان على أفغانستان، هنا اتضح الجواب الحقيقي بأن هنالك حدث ما سيحصل، وهو الذي حصل. وبالنتيجة نلاحظ أنه بالأمس مستشار الأمن القومي الإماراتي موجود والتقى بالرئيس أردوغان، نلاحظ أن هنالك تنسيق في الفترة الماضية في اجتماعين بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في بغداد، هنالك أيضا علاقات طيبة، والسفير القطري قد وصل إلى القاهرة. هذا من ناحية القوى العربية والإقليمية المجاورة للعراق. عرجت قبل قليل على التجربة الأفغانية، تساؤلات عراقية تطرح وسط النموذج الأفغاني الذي رأيناه مؤخرا والحالة التي صدمت تقريبا العالم بأسره، كل الشعوب العالمية صدمت، ليس على غرار حكامها طبعا. أنا شلون أعقد قمم وأحصل ضمانات من الدول الأوروبية ومن أمريكا، وإحنا شفنا أمريكا سوت بأفغانستان بعد ما أتت هي بحكومة نصبتها أفغانيا، مثل ما أتت وساعدت العراق سابقا بحكومة عراقية. شلون أضمن ما راح تتملص القوى العظمى من مسؤولياتها ووعودها تجاه العراق وأعقد هكذا قمة؟ نعم، شوف، مسألة السيادة في أي بلد لا تصنعها الدول الخارجية، بل تصنعها الشعوب وتصنعها القيادات عندما تتسلح بالفكر الوطني. وأنا باعتقادي هنالك تحديات كبيرة يشهدها العراق، وواضحة التحديات يعني من 2003 لحد هذا اليوم. لكن هنالك تطلعات عراقية تماهت مع هنالك رغبات ومشتركات في دول المنطقة والعالم الآخر البعيد بما فيه أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة صناعة سلام من جديد. العراق من مصلحته أن يكون جامع وأن تكون بغداد جامعة لمثل هكذا قمة أو مؤتمر لدول الجوار الأقليمي، وخاصة أنه الرئيس الفرنسي ماكرون سوف يحضر هذا المؤتمر. كل الدول أبدت استعدادها ورغبتها بالحضور إلى بغداد. هذا بمعنى أنه فهمنا وقراءتنا للمتغيرات الدولية هنالك تحديات، هذه التحديات الكل يخشاها. وعلى هذا الأساس أنه اختيار بغداد، وفعلا بغداد عندما سبقت غيرها بأن تكون أرض السلام بعد ما كانت أرض الصراع، بالعكس هذا هو التفكير الحقيقي. جميل. والسلام يحتاج إلى جهود وإلى نوايا وإلى هذا المأمول بالعلاقات الدولية، وهذا هو الملف الإيجابي. هذا هو المأمول استاذ بغداد وحكومتها. بالضبط، ينظر إلى هذه القمة إلى أنها سوف تجمع المتخاصمين أكثر وتقرب وجهات النظر، لكن البعض يتحدث عن أن هل العراق ممكن أن يكون وسيط قوة وأنه سينجح في هذه القمة، بينما هو أوراق الداخلية غير مرتبة. على العراق داخليا أن يفكر بترتيب أوراقه وإعادة تشكيل المشهد من جديد، بعدين ينطلق إلى أزمات المنطقة. يبدو الوضع شوية ضبابي ومو مفهوم كثيرا. سؤالك مهم بالفعل، يعني هذه الدعوة تحتاج إلى أن تكون هنالك عملية رص الصفوف وتنازل القوى السياسية عن منجزاتها، مكاسبها، عن تعنتها، وأن تسمح للحكومة بالتحرك، لأنه الحكومة العراقية لم تتحرك ما لم تكن لديها هنالك عملية تنسيق مع الأطراف العربية والأقليمية والدولية الخارجية بضرورة عقد هذا المؤتمر. وهي فكرة جميلة جدا وفكرة مهمة من أن تكون بغداد. أولا بغداد راح تطرح
تحدياتها وتحديات الأطراف المتصارعة. بغداد راح تطرح على الأمريكيين وعلى الإيرانيين بأنه يكفي أنه ساحة العراق هي ساحة صراع بينكم. بغداد راح تطرح على السعوديين وعلى الإيرانيين بأنه هذه عملية الصراع فيما بينكم تؤدي إلى حالة التشنج في بلدان المنطقة، وهذه الأطراف سوف تسمع الدولتين لما سيطرحه العراق، يعني قوة كبيرة ومؤثرة. من الأمثلة هي هذه الدعوة، من الأمثلة أستاذ فاضل تتمترس يعني في مكانك بينما تتوجه هذه الدعوات التي تتحدث جنابك عنها أستاذ فاضل. هنالك قصف لوجود التحالف الدولي أو قوات الناتو في العراق مثلا، هذا يقوض فرص السلام والتعاون مع الأطراف التي تريد أن تتقرب من العراق. لماذا يتم قصفها ولا يعقد ذلك مساعي عقد القمة برأيك؟ يعني موضوع عقد القمة لاحظنا بالأمس يعني هنالك تدابير أمنية كبيرة وحضرت شخصيات رفيعة المستوى لاتخاذ هذه التدابير ولطرح رسالة للدول المشمولة بوجهت لها دعوات بالحضور إلى بغداد. هذه الرسالة نحن نفهمها هي رسالة في إطار الصراع الأمريكي الإيراني والجهات السياسية والجهات المسلحة التي تعادي الوجود الأمريكي في العراق، لكن علينا أيضا أن نربط الحدث الداخلي في العراق مع التنسيق وال جولة التفاوض الموجودة في فيينا بين الأمريكيين والإيرانيين. هنالك اتفاقات، كل ما تحصل عملية تباعد ممكن أن نلاحظ أنه إرهاصاتها تحصل في العراق أو في على الحدود العراقية السورية، عمليات تبادل القصف. يمكن هذه الفترة لاحظنا أن هنالك هدوء اتسمت بهذه المرحلة على مدى تقريبا 3 أسابيع على الأقل، ولكن هذه هي تبقى رسائل. الرسائل هذه بالنسبة للمتابع للساحة العراقية يعتبرها رسائل غير مهددة كثيرا لعملية انعقاد القمة. وعملية انعقاد القمة لازم يعني نفك تشفير بعض الأمور بأنه هي لم تأتي ما لم تكن هنالك رغبة وموافقة أمريكية بعقد وإعازة أمريكا لربما لحكومة بغداد بعقد القمة، وموافقة وإعازة إيراني بعقد القمة، ولهذا جاءت مباحثات رئيس الوزراء بالمقام الأول مع رئيسي ومع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كنت معنا المحلل السياسي الأستاذ فاضل البدراني، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات، شكرا لك مرة أخرى. إذن في ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام، قبل أقل من شهرين تقريبا على أجراء انتخابات تشرين تتصاعد المطالبات بدور أممي أكثر حزما في رقابة العملية الانتخابية ابتداء من مراقبة مصادر تمويل الأحزاب وحملاتها الانتخابية وصولا حتى إلى هيمنة بعض الجهات السياسية على مكاتب مفوضية الانتخابات المستقلة في بعض المحافظات، وسط تحذيرات من مؤشرات تعيد سيناريو التزوير وتعيد أيضا تدوير الوجوه السياسية السابقة. كل ذلك أثبت فشلا ذريعا في المرحلة السابقة وفق ما يراه الكثير من الخبراء والمراقبين السياسيين العراقيين. بعد أقل من 60 يوما تنطلق مرحلة جديدة تنذر بتغييرات جذرية في الخريطة السياسية وسط تعويل حكومي وشعبي على دور الأمم المتحدة في رقابة الانتخابات لإبعاد خطر التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين. الأحزاب السياسية تمتلك الكثير من أموال الفساد، فهذا لم يعد خافيا، وأعتقد أن الأحزاب السياسية الآن مطمئنة إلى أن أموالها التي سرقتها من الدولة والمال العام قادرة على أن تحميها خلال العملية الانتخابية، وقادرة أن تكسب بعض المقاعد المهمة من أجل حماية نفسها لاحقا. مشهد معقد تتأرجح فيه العملية الانتخابية بين الملتزمين بموعد الانتخابات والمقاطعين لاستحقاق تشرين، فيما تفرض سطوة بعض الأحزاب على مكاتب مفوضية الانتخابات واقعا ينذر بإعادة سيناريو انتخابات 2018 إلا إذا كان للرقابة الأممية قول آخر.
الضامن الوحيد بعدم التلاعب والتزوير بنتائج الانتخابات هو استخدام البطاقة البيومترية والإشراف عليها أممياً، هكذا يراها مراقبون، في وقت تستغل بعض الكتل السياسية وفرة المال السياسي وموارد الدولة في دعايتها الانتخابية. ومع قرب الدخول في المعترك الانتخابي تستغل جهات متنفذة موارد الدولة في دعاياتها الانتخابية، لا سيما في المحافظات المحررة، بحثاً عن بصيص أمل لإعادة تدوير الوجوه التي فقدت قاعدتها الشعبية بعد الفشل في تحقيق المطالب والتطلعات. أعتقد أن هناك سيشوف بعض يعني عدم النزاهة بالانتخابات أو التزوير، ولكن هذا لا يؤثر على السير العام إذا ما اتخذت المفوضية الإجراءات الكفيلة بالحد منها بشكل كبير جداً، حتى نعطي انطباع جيد للانتخابات ونعطي انطباع جيد للنتائج بحيث ترضي المواطن وترضي المرشح وترضي الأحزاب المتلفة ضمن التحالفات الحزبية. في ظل كل هذه التحديات تتصاعد الدعوات لدور أممي أكثر صرامة في رقابة العاملين الانتخابية ومراقبة تصرفات الأحزاب ومصادر تمويلها وأساليب الدعاية الانتخابية، ولا تقتصر على يوم الانتخابات، فمن دون هذا كله سيعاد سيناريو المقاطعة الشعبية وهو ما يرغب به المتنفذون. بشير الحسن، قناة الفلوجة. ينضم إلينا عضو المفوضية السابق والمستقيل منها الأستاذ سعيد كاكائي من أربيل. مرحبا بحضرتك أستاذ سعيد. من سليمانية عفوا، حياكم الله. أنت أستاذ سعيد، أنت مستقيل يمكن من أول مفوضية صارت عندك خلافات وياها، ولأنه صارت عندك من الثانية. لا لا لا، أنا مو ما مستقيل. ما مستقيل. وصلت لي معلومة أنت كان عندك اعتراضات على مفوضية من المفوضيات واستقالت. صحيح. مو صحيح؟ صحيح. لا لا. نفس الاعتراضات السابقة اللي كنت تشوفها هي موجودة حاليا، من حيث التحضير للانتخابات، من حيث هيمنة بعض الأحزاب على مفاصل معينة بموارد الدولة وتستغلها للترويج بالدعاية الانتخابية، الأمر اللي اعترفت به الأمم المتحدة ووصفته بالجرائم الانتخابية واعترف به رئيس الوزراء أيضا من الموصل. تفضل. هي الاعتراضات واحد والملاحظات شيء آخر. أنا عندي ملاحظات، لكن اعتراضات هسه ما عندي، لأنه العملية الانتخابية لم تجرى لهذا اليوم. يعني نتوقع بأنه الانتخابات سوف تجرى في موعدها المحدد يوم 10 أكتوبر 2021. احنا ما نقدر نعترض على النتائج إذا ما تشوف النتائج أولا. لذلك عندنا ملاحظات، وملاحظاتنا قسم كبير منها الأخوة السادة أعضاء مجلس المفوضين أخذوها في نظر الاعتبار، ولكن هناك ملاحظات أخرى نتمنى بأن يأخذوها في نظر الاعتبار، وهذه الملاحظة مهمة سوف أذكرها، مهمة جدا وتخص فتح صندوق في مركز اقتراع. أنا اقترحت من خلال الإعلام على السادة أعضاء مجلس المفوضين بأنه هذا يكون اختيار الصندوق يكون بقرعة وليس حسب رغبة مدير المركز أو المراقبين للكيانات السياسية، الاتفاق بين المراقبين للكيانات السياسية يكون قرعة مثل ما أجري القرعة للمرشحين، تجرى قرعة لاختيار صندوق وفتح هذا الصندوق للتأكد من محتوياتها بأنها نسبة التزوير لا تتجاوز 5%. هذه حسب المادة 38 من قانون انتخاب مجلس النواب لسنة 2020. هاي الملاحظة كلش ضرورية، لأنه قد يعني يكون هناك طرف يحدد يعني يأثر على مدير المركز أو المراقبين، فيحددون صندوق معين، يقولون للناقبين يابا لا تزورونه بهذا الصندوق، وللموظفين لا تزورونه بهذا الصندوق. وساعتها أصير مقبولية الانتخابات أقل من قضية 5% مقبوليتها. بس أنا أسأل جنابك على التحضيرات النهائية اللي تشوفها حاليا. أنت حاليا أعتقد عندك رؤية شلون تشوف سلوك بعض المرشحين والأحزاب والقوى السياسية، اعتراضات رئيس الوزراء حالية عليها،
قضية المراقبة الدولية اللي هي راح تنحصر بيوم الاقتراع فقط، كأنما كل شيء مفرغ من محتوى لما نسمع هيك اعترافات بأنك خروقات حالية للتحضير الانتخابي والجميع ساكت عليها، هاي بأي إطار تضعها أستاذ كاكاي؟ نعم، فيما يتعلق بعمل المفوضية أنا أرى بأن المفوضية تعمل على قدم وساق لتنفيذ الجدول الزمني وبرنامجها الانتخابي حسب الرؤى الفنية والإدارية الصحيحة وحتى القانونية. أما فيما يتعلق ب يعني الخروقات من قبل المرشحين باستخدام موارد الدولة، بالتجاوز على ممتلكات الدولة، بالتشهير على فيما بين المرشحين، فهذه أولا وأخيرا هي من أخلاقيات المرشحين والأحزاب السياسية المفروض يعني يترفعون عن هذه الحالة. المفروض يحترمون، المفروض بالضبط لها على. هو أكيد المفروض شيء، لكن إذا كان هناك سيطرة معينة راح تستغل والمفروض ما حد راح ينتبه عليه. لكن المفروض الثاني شنو الممكن يكون يعني طريقة الردع؟ يعني أقرأ لك نص من نصوص قوانين المفوضية خاصة بنظام الدعايات الانتخابية رقم 5 سنة 2020، يقول الخبراء، بعض الخبراء القانونيين يوصفون هذا القانون بأنه ضبابي ولا يشمل عقوبات رادعة حقيقية. ليش تترك النهايات السائبة لهكذا قانون برأيك بهذه الطريقة؟ لأنه خيار الدعاية الانتخابية مضمون للمرشح، لكن بضوابط وطرق قانونية أخلاقية تهم ومصلحة المجتمع، المصلحة العامة. هناك من المرشحين ممكن أن يتجاوز على مرشح آخر أو يتجاوز على ممتلكات الدولة باعتبار عنده رد، يقول أنا مأجر عد من أقدر أشتكي، وين أشتكي؟ عد يا جهة الهيئة القضائية، الهيئة المختصة المفوضية والهيئة القضائية. المفوضية يجب أن عليها أن ترد على الشكوى، وإذا الشكوى ما كانت مقنعة، الرد على الشكوى ما كانت مقنعة، هناك الهيئة القضائية المختصة في العملية الانتخابية ممكن رفع الشكوى والطعن بقرار مجلس المفوضين. أعود وأكرر، الثقافة الانتخابية والدعاية الانتخابية هذه إحنا أمامنا باع طويل ويعني مدة طويلة حتى نتثقف كيف يعني نتوجه للناخب. للأسف الشديد ظهرت حالات غير مرضية وحتى غير مقبولة اجتماعيا وسياسيا. جميل. هذه من قبل المرشحين. بالضبط، هذه الحالات تتحدث عنها أستاذ كاكاي، تتحدث عنها الأمم المتحدة وتسميها جرائم انتخابية، وطلبت من المفوضية بالفترة الأخيرة أنه يعني ترتيب استعدادات حتى يحس المواطن العراقي بالثقة الانتخابية. كأنه لسان حال الأمم المتحدة يقول ماكو ثقة انتخابية وراح تكون نسبة المقاطعة كبيرة جدا. السبيل لمواجهة هكذا حالة برأيك أمام هكذا معطى مقدم من الأمم المتحدة يعني من العالم؟ على المفوضية تفعيل فرقها وتفعيل علاقاتها مع وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، لأنه التجاوز على مرشح أو مرشح يتجاوز على ممتلكات الدولة ويتجاوز على المواطن والناقب، هذه مو بس من صلاحية المفوضية وإنما من صلاحية وزارة الداخلية والقوى الأمنية إيقاف هكذا تجاوزات بحدها. يعني القانون، قانون انتخاب مجلس النواب محدد غرامات، لكن فيما يتعلق بالجرائم، اغتيال مرشح، اغتيال ناشط، اغتيال ناقبين، اغتيال قادة سياسيين، هذه جرائم مو انتخابية وإنما جرائم يعني خلينا نقول كبرى، المفروض وزارة الداخلية وقوى الأمن الأخرى وحتى الاستخبارات والمخابرات يتدخلون في هذا الموضوع. جميل. ويتعاونون مع المفوضية في تشخيص نقاط الخلل. برأيك لماذا قانون المفوضية حتى هذه اللحظة
تلاحظ يجيز استخدام قضية البطاقة الإلكترونية اللي يسموها العراقيين بالبطاقة العامية، لكن بشرط تستخدمها بيوم الاقتراع مرة واحدة وهذه البطاقة راح تبطل بعد ما ممكن. نعم. طيب ماكو بديل ثاني؟ وهذه الطريقة 100% تضمن لي عدم استخدامها مرة ثانية؟ أنا ما أعرف من اللي يراقب بالانتخابات 100% رغم وجود 250 يمكن مراقب من العالم راح يجي للعراق. نعم، طالما الانتخاب حق مضمون دستوريا للناخب، إذا احنا عندنا عدد الناخبين الذين حدثوا بياناتهم وحصلوا على البطاقة البيومترية 66% من مجموع 24 مليون، 66%. هناك 34% من الناخبين الذين لم يحدثوا بياناتهم ويحملون البطاقة العمياء مثل ما ذكرت جنابك، لذلك هؤلاء الناخبين لهم الحق بالمشاركة في العملية الانتخابية. لكن الإجراء الصحيح اللي قامت به المفوضة هو يعني سمح لهم بالانتخاب بالمشاركة بالعملية الانتخابية وثقب البطاقة وكذلك سحب البطاقة حتى لا يستخدم في محطة أخرى أو مركز آخر في محافظة أخرى أو دائرة انتخابية أخرى. نعم. وأسأل يعني سؤال أخير أستاذ كاكائي، تعتقد أنه المراقبة الدولية طالما نتحدث عن دور الأمم المتحدة ليوم الاقتراع فقط واحدة، تعتقد يجلب لنا مصلحة انتخابية ذات ثقة ومراقبة جيدة وانتخابات ذات ثقة برأيك ليوم واحد فقط اللي هو يوم الاقتراع؟ كل ما زاد عدد المراقبين الدوليين كل ما زاد نسبة الثقة، كل ما قل هو العكس صحيح. المراقبين الدوليين واجبهم رفع التقارير لمنظماتهم والتقارير بالنتيجة سوف ترسل للمفوضية وعلى المفوضية الأخذ خلينا نقول ملاحظاتها ونقاطها. لكن لا تنسى بأنه مجلس الأمن حدد بأنه 250 مراقب دولي هم الذين يأتون ويراقبون العملية الانتخابية. هذا العدد عدد جيد، وأنا كنت أتوقع بأنه العدد يكون أكثر من هذا بكثير. كنت أتوقع بأنه العدد يكون بحدود 1000 مراقب، لأنه عندنا أكثر من 8000 مركز انتخابي. زين، ف 250 مراقب وين توزعهم؟ رغم أنه عقدت الآمال على وجود هذه المراقبة الدولية ومشاركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بها، مثل ما سمعنا البارحة كلام السيد هشار زيباري وزير الخارجية الأسبق، على أمل أن تكون هذه الانتخابات موضوعية فعلا. كنت معنا عضو المفوضية الأسبق الأستاذ سعيد كاكائي من السليمانية، شكرا جزيلا لحضورك معنا. بعد تصريحات المسؤولين الأخيرة بشأن فرض ضرائب جديدة يتخوف المواطنون العراقيون من فرضها على السلع الأساسية واحتياجاتهم اليومية، مطالبين الحكومة بضرورة إيجاد الحلول بعيدا عن معاناة الفقراء وإثقال كاهلهم. تفاصيل الملف الثالث نتابعها في هذا التقرير. يتخوف الشارع العراقي من احتمالية فرض ضرائب على المنتجات التي يحتاجها المواطن البسيط، قرار إذا اتخذ قد يفاقم معاناته أكثر بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار. أنه هذه الحالة الاقتصادية والمعيشية اللي المواطن العراقي يعاني منها بدأت تكون هنالك نتائج سلبية، ومن واحدة من هذه النتائج هي أولا ارتفاع الجرائم، أعداد الجرائم، السرقة، التسليب، تناول المخدرات، جرائم القتل. المواطن المصري في هذه الظروف، هذه الظروف صعبة، الاقتصادية صعبة، جائحة كورونا، الحار، خدمات ماكو، بعد ما يتحمل المواطن. الجهات المعنية كان الأجدر بها فرض ضرائب على شبكات الاتصال واستحصال أموال المنافذ الحدودية ومكافحة الفساد المستشري في دوائر الدولة بدل فرض ضرائب يتحملها المواطن البسيط، هكذا يقول المواطنون. هاي المفروض الضرائب اللي فرضت على المواطن العراقي ورفع أسعار الدولار، المفروض أيدر بالحكومة العراقي من أجل لم الفلوس محاربة الفساد، محاربة الفساد الموجود في المنافذ الحدودية، وكذلك محاربة الشركات اللي الحكومة العراقية تضرب هذه تطلب فلوس لهذه الشركات وخاصة شركة الاتصالات.
وتشير التقارير إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق بين 7% و14% بعد قرار الحكومة العراقية بخفض قيمة الدينار وما رافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، في وقت سيكون أي قرار يمس حياة المواطن الفقير واتخاذ أي خطوة جديدة بهذا الصدد ستفاقم الأمور أكثر. لا يتوقف الأمر على الضرائب فقط حينما يكون الحديث عن صعوبة العيش، فنتيجة لانعدام الخدمات والظروف الأمنية غير المستقرة نزح المئات من أهالي محافظة صلاح الدين على سبيل المثال، نزحوا صوب أقليم كردستان وحتى دول الجوار، عسى أن يجدوا بيئة صالحة للعيش. التفاصيل نتابعها أيضا في هذا التقرير. على الرغم من أن محافظة صلاح الدين تمتلك الكثير من المقومات المادية التي تمكنها من أن تكون من المحافظات المتطورة، فإن الفساد المالي والإداري جعلها تعاني نقصا كبيرا بتقديم أبسط حقوق المواطن الذي أجبره نقص الخدمات على ترك المحافظة مهاجرا صوب إقليم كردستان أو إلى دول أخرى بحثا عن الخدمات. وهذه ظاهرة خطيرة حذر منها تحالف عزم في محافل عدة. بسبب الفساد الإداري والمالي المستشري في مؤسسات الدولة أدى ذلك إلى نقص كبير في قطاع الخدمات المتعلقة بالطاقة الكهربائية والماء الصالح إلى الشرب والقطاع البلدي والنقص في المتنزهات والأماكن الترفيهية، وكان لمحافظة صلاح الدين الحصة الأكبر من هذا النقص خصوصا بعد تفجير أبراج الطاقة الكهربائية وخروج العديد من المحطات وخطوط النقل عن الطاقة. أدى ذلك إلى نزوح العديد من العوائل في هذه الفترة بالذات إلى أقليم كردستان وإلى وإلى الدول الأخرى. مواطنون أكدوا أن وضع المحافظة من سيء إلى أسوأ في ظل استمرار الأسباب ذاتها التي أدت إلى استشراء الفساد، مشيرين إلى أن الكثير من الأهالي اختاروا العيش خارج العراق بحثا عن الخدمات رغم وضعهم الاقتصادي غير المستقر. كثير من الناس هاجرت لأنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة والكهرباء غير موجودة، المي غير موجود، فلجت إلى كردستان، منهم من باع حتى بيته وأملاكه ولجأ إلى اقليم كردستان بسبب هاي الاوضاع. هناك يعني كثير من الناس، يعني احنا من الناس، لو كانت امورنا شويه احسن ما كان بقينا بهاي الوضعيه، لانه تعبنا، الاطفال تعبت، النساء تعبت. ويؤكد مختصون وجود عشرات المشاريع الخدميه المتوقفه في صلاح الدين التي نخرها الفساد المالي، مشيرين إلى أهمية أن يشرع رئيس الوزراء بفتح تحقيقات موسعة بشأنها ومحاسبة المتورطين. حول هذا الموضوع وأكثر ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ كوفند الشرواني من أربيل. مرحبا بك أستاذ كوفند. ربما اطلعت على مشروع القانون الذي يعتزم إرساله السيد وزير المالية علي علاوي، وهو بخصوص الضرائب، رفع الضرائب. يقول الضرائب بالعراق غير كافية ونسبة ضئيلة جدا، واللي يجي من ناتج قومي للدولة هو بحدود 1%، وهذه أيضا نسبة ضئيلة. إيش قد ممكن ترتفع النسبة حتى ترضي السيد الوزير اللي اللجنة المالية النيابية يعني معارضته جملة وتفصيلة، وتقول هذا هيك قرار يثقل كاهل المواطن العراقي بالتحديد، هكذا قالت. تفضل. نعم، تحياتي لقناتكم الكريمة، مشاهدين لكارم، وشكرا على إثارة هذه الأسئلة المهمة. حقيقة المبرر الوحيد لبعض الإجراءات الاقتصادية للدولة هي معالجة العجز الكبير في موازنة عام 2021 التي تقارب 19 مليار دولار، مسعرة على أساس برميل نفط 45 دولار. لكن إجراءات أخرى لا تجد لها مسوغا معقولا مع ارتفاع أسعار النفط وتجاوز 65 دولار، وبالتالي أكثر من نصف العجز حوالي أكثر من 10 مليار دولار تم تخطيطها من خلال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي نأمل أن يستمر للعام القادم. الأمر المهم، بعض الإجراءات يجب أن لا تنسى وزارة المالية هي رفع سعر صرف الدولار من 1880 إلى 1450، ألحقت أضرار كبيرة القدرة الشرائية للمواطن الاعتيادي وبنسبة 25%، والأسواق ارتفعت إلى نسبة 40 إلى 50%. فمن الصعوبة أن تفكر دولة
بإجراءات أخرى تشغل فهم المواطن أكثر ما هي عليه، خاصة أنه الضرائب في كل مكان في العالم مشفى ومقابلها تقدم خدمات جيدة للمواطن. فالدولة الآن هي أسرة في إداء واجبات المواطن والخدمات المتردية، بالتالي لا يوجد مبرر يقنع المواطن بتزديد المزيد من الضرائب في هذا الوقت ده. وهذا يؤدي بنا إلى التوجه نحو الخصخصة من نقول ضرائب جديدة وليس من الدولة. هذا المشروع موجود، والأمثلة عليه مثلا قضية الكهرباء. المقترح موجود قديم من زمن الفهداوي وزير الكهرباء السابق، أعتقد بحكومة السيد المالكي، لكن لم يرى النور. إحنا لازم عندنا رأس مالية حقيقية وخصخصة حقيقية حتى تصير عندنا ضرائب مضبوطة والمواطن يدفع، لو مو شرط نقدر ندفع فقط ضرائب للدولة، لكن هي ضرائب الدولة بنفس الوقت تصير ضئيلة. هي هاي 1% اللي يحكي عليها السيد الوزير، وعليه ليش الاعتراض؟ نعم، هو نتفق مع نظام ضرائب في العراق في الكثير من النواقص والعثرات ممكن تحسين، لكن كأولوية يجب تفق ضرائب على أصحاب الدخول العالية وليس على الشرائح البسيطة ومحدود الدخل من المواطنين. الضرائب في كل مكان في العالم في الدول المتقدمة تصل إلى نسب عالية من الدخل، تصل إلى 20-30 وتتجاوز 30%، لكن المواطن في تلك الدول المتقدمة يدفعها وهو راضي، لأنها تعود إليه بخدمات متطورة من تعليم وصحة وبنى متطورة وضمان اجتماعي وغيرها. لكن العراقي على أي شيء يدفع ضرائب وهو يرى المستوى المتردي للخدمات التي تقدم إليها؟ حتى الخدمات البسيطة من ماء وكهرباء هي متردية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم، وللأسف في دولة غنية مثل العراق. البعض من الطبقة الشعبية حسب ما نشوفه بالتقارير يتخوفون من أن تنعكس هذه الضرائب على أسعار السلع والخدمات المقدمة. برأيك إلى أي مدى ذلك يزيد من التخوف، وش قد ممكن تنعكس على أسعار السلع والخدمات؟ نعم، يفترض أن على وزارة المالية والحكومة العراقية أن ترتب أولوياتها، فضلا عن تفكير في زيادة الضرائب التفكير في تحسين سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية وجباية الضائعات من المستحقات الجمركية، وكذلك ملاحقة الأموال المنهوبة والمختلسة من المال العام، وكذلك القيام بإصلاحات اقتصادية التي أشير إليها في الورقة البيضاء التي طرحت في شهر 10 من العام الماضي. هذه الأمور لها أولوية، إضافة إلى تعديل وإصلاح نظام الرواتب اللي بيه نقاط كثيرة من الخلل، هي تعدد الرواتب والرواتب دون استحقاق ورواتب الفضائيين ورواتب الدرجات الخاصة وامتيازاتها. هذه الأمور يجب أن تحظى بالأولوية قبل التفكير في فرض المزيد من الضرائب، علما أنه حتى مع وجود ضرائب يجب أن الدولة تفكر في دعم السلع الأساسية للمواطن، خاصة السلع المشمولة بالطاقة التموينية التي للأسف هي نوعيتها رديئة وكمياتها قليلة. هذه الطاقة التموينية يجب أن توفر على الحد الأدنى ما يتطلبه المواطن البسيط الذي لا يتمكن من شراء بضاعة تجارية من الأسواق بأسعار ارتفع سعر الدولار. بعد القانون ما مطبق أستاذ كوفن شيرواني، وصارت عندنا هجرات شبه جماعية خاصة من مناطق مثل صلاح الدين إلى أقليم كردستان، وجلامك جالس بأقليم كردستان متواجد، وهجرات أيضا إلى خارج العراق تركيا والأردن. إذا طبق القانون الهجرات كيف راح تصير؟ شلون ممكن أثبت مستوى المعيشة بهذه المناطق وبالعراق بصورة عامة حتى أحافظ على نسبة الوجود العراقي في العراق؟ يعني عدم الهجرة، والهجرة اللي شفتها إلى ليتوانيا وبيلاروسيا وما تعرض له الشباب هناك. بالتأكيد إذا ننظر إلى الشرائح التي تروم وتقوم بالهجرة خارج العراق، أغلب الشرائح الشباب الذين حتى منهم خريجين وبعضهم لا يمتلكون مؤهلات دراسية، لكنها كلها تطمح إلى معيشة كريمة، إلى حصول على فرص عمل. هذه فرص عمل حتى إذا ما حصلوا على فرص عمل، ما يصرف للاجئين والمهاجرين هو يتجاوز بكثير الحد الأدنى الذي يتقاضاه أي موظف في الحكومة العراقية. من هنا كان التهافت على الهجرة إلى الخارج. الأمر لا يجب أن يختصر عند غلق المنافذ الحدودية وتجديد المنافذ وتأشيرات السفر إلى الخارج. يجب التفكير في هذه الشريحة، لأنهم مستقبل هذا البلد، والتفكير في
توفير فرص عمل ليس فقط في القطاع العام وإنما أيضا في القطاع الخاص الذي بالمناسبة يحتاج هو إلى دعم كبير لكي يكون معين للحكومة العراقية في هذه الأزمة الاقتصادية شارحة المالية التي تمر بها الدولة. اتضحت الفكرة جيدا أستاذ كوفن شيرواني الخبير الاقتصادي، كنت معنا من أربيل، شكرا لك. في ملفنا الأخير مشاهدينا الكرام، وبالتزامن مع الحملة الواسعة لإزالة التجاوزات في العاصمة بغداد وغيرها في مناطق العراق، تصاعدت المطالبات الشعبية بضرورة أن تشمل الحملة كافة التجاوزات، لا سيما تجاوزات المتنفذين، ولا تنفذ على الطبقات الفقيرة أصحاب الأكشاك والبسطيات في الشوارع. التفاصيل في هذا التقرير. كثيراً ما تقوم أمانة العاصمة بإطلاق أعمال إزالة التجاوزات للمحال التجارية والمنازل والبسطات العشوائية، لكنها سرعان ما تنتهي تلك الحملات عند مستويات معينة لا ترتقي إلى ما يطمح إليه المواطن، حتى جاءت حادثة مدير بلدية كربلاء عبير سليم التي أحدثت ردود فعلاً على المستوى الحكومي بإصدار قرار صارم يحتم على البلديات كافة إزالة جميع التجاوزات رغم ما تعرضت له بعض الكوادر من اعتداءات عند أداء عملها، إلا أن العمل مستمر حتى اللحظة، والكسبة يشكون واقع الحال مطالبين بإيجاد بدائل تضمن لهم كسب لقمة العيش. أي مسؤول بأي بيت يحط صبات بالفرع ممنوع حيطب، شو هذا الفرع شنو؟ أملاك دولة لو أملاكهم هم الخاصة، بس هو الآن حزب أو سياسي أو أي شيء ما يقدر يوخره، يعني يبقى ما حد يحكي وياه. إحنا هسه كل الرايدي إنه يرتبوننا مكان يعوفونا براحتنا، هسه لا هم نعطينا بديل لا هم بطاقة تموينية، أسوأ احتمال ماكو، هاي الشهر السادس ما مستلم، إلى متى يعني؟ خلطونا بديل، يعطونا راتب خلنا نقعد نعوف هاي الشغلة، خلي يجيبون هنود، يجيبون باكستان، يجيبون بنغلاديش، ايش يجيبون؟ خلي يجيبون يبيعون بكان. انا ناس كسبه، انا عندي سته وانا اروح. تطهير شوارع وأسواق العاصمة وباقي المدن العراقية من التجاوزات من وجهة نظر مراقبين غير كافية، فنجاح تلك الحملات مرهون بإطلاق سراح ممتلكات الدولة من سجن الجهات المتنفذة وبعض الأحزاب التي تجاوزت واستحوذت على الأملاك العامة. هناك أملاك دولة قد تجاوزت عليها بعض الأحزاب، بل أغلقت الشوارع ليست قرارات حكومية، لا قرارات صدرت من هذه الأحزاب والحكومة غضت الطرف عنها. إذن لا يمكن للحكومة أن تقوم أو تنفذ حملة تجاوزات على بعض الذين يعيشون على بسطية صغيرة لتحصيل قوتهم اليومي، وترك الحيتان التي تتلاعب بمقدرات الدولة، وكذلك تجاوزت على الحق العام المال والخاص. ويقول مواطنون إن إزالة التجاوزات حق مشروع ويجب أن ينفذ القانون، ولكنها في الوقت ذاته لا بد أن تسري بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية لتحقيق أهدافها أولا، وإيجاد بدائل للطبقة الكادحة ثانيا لتحقيق التوازن دون إيذاء أي طرف بغير حق. حول هذا الملف الأخير ينضم معنا الخبير القانوني الأستاذ علي التميمي. مرحبا بحضرتك أستاذ علي التميمي. بداية، حملة التجاوزات، حياكم الله. حالة التجاوزات على أملاك الدولة بالتأكيد هي منظمة بقانون، والقانون قديم، لكن بنفس الوقت هنالك مآخذ، وأكثر المآخذ هي مآخذ شعبية على هذا القانون وبعضها سياسية، سببت حالة من الهستيريا لدى الفقير. شفت قبل شوية بتقريرنا يقول لك تترك شوارع لمتنفذين وأجهزة متنفذة ومكاتب اقتصادية، شوارع تغلق لأنها مكتب لكذا سياسي، وبسطيات وأكشاك تنشال من الشارع وهي قوت مواطن صح. تحت خط الفقر، حتى مو فقيرة ولا متوسطة. شنو رأيك؟ صح، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي أستاذ عبد الرحمن والسادة المشاهدين. طبعا بالتأكيد يعني القانون لا ينظر بعين واحدة وإنما ينظر بعيون اثنين، وله ميزان كميزان الذهب. القرار 154 لسنة 2001
وهو القرار الخاص برفع التجاوزات اللي أوجب تشكيل لجان من رئيس الوحدة الإدارية وأيضا من التسجيل العقاري من الداخلية، يعني لجنة تقوم بإزالة التجاوزات. إذا كان هذا الحال طبعا مقبول برفع التجاوزات، أتحدث وفق النقد الدستوري للقانون بالقرار 154، هو اليوم صعب. ليش استاذنا؟ لأنه لو أخذ شارع مثلا شارع الكرادة الممتد من كهرمانة إلى فندق بابل، تجد عشرات البسطات التي يحتاج عليها الناس كمصدر رزق وقود. أنت النظام الاقتصادي اللي كان سائد في 2001 هو النظام الاشتراكي اللي العمل الخاص كان فيه قليل. شوف استاذ هاي المفارقة، في حين اليوم النظام هو نظام السوق، النظام الحر، النظام الرأسمالي كما ينص الدستور. فبالنتيجة أنت عندما تطبق قانون كان يصلح للنظام الاشتراكي صعب أن تطبقه في نظام يأخذ بالنظام الحر أو اقتصاد السوق. لهذا عليك أولا أن تجد البدائل، البدائل مهمة، وثانيا أن تكون تدرجية في تطبيق القرار. لسنا طبعا لسنا مع التجاوزات، لسنا مع ارتكاب الجرائم، هذا شيء مرفوض قانونا، لكن أتحدث عن التنظيمية التي يجب أن تكون. يعني في بعض في أقليم كردستان مثلا شاهدت أنه هناك أسواق خاصة، أماكن خاصة وهم أقاموها لهؤلاء الباعة للأسواق الخاصة ليس على الرصيف. في تركيا أيضا شاهدت ذلك، لكن هذه الفوضية وعدم التنظيم لا يتحملها يعني الذي يبيع في الشارع ويرتزق. يعني المسألة متداخلة أستاذ عبد الرحمن، وبرأيي تحتاج إلى خطط وتحتاج إلى تطبيق على المدى البعيد. أما بالنسبة للمسؤولين والاستيلاء على أموال الدولة وقلغ الشوارع، هو هذا أيضا جزء من المشكلة. هناك بعض البيوت التي تمتلكها الأحزاب والكيانات يعني مؤجرة بثمن بخس جدا، وهذا يخالف المادة 140 141 من القانون المدني، لأن هذا يسمى الغبن الفاحش. وقدرت هذه الأموال اللي تستولي عليها الأحزاب ب6000 يعني بيت وعقار في كل العراق. أنا برأيي الحملة تحتاج إلى أن تتجه بهذا الاتجاه وليس بهذا الاتجاه المعاكس، لأنه أنت ابدأ بالكبير كما يقول رئيس وزراء سنغافورة، السلم ينظف من الأعلى وليس من الأسفل. وشنو اللي يمنع تنظيف السلم العراقي من الأعلى ويجون جماعتنا من الأسفل؟ شنو اللي يمنع؟ وهي هاي المشكلة أستاذ. يعني شوف، قبل أستاذ عبد الرحمن تذكر جنابك عندما كانت أمين العاصمة، أعتقد يعني إحدى الأخوات يعني ما أذكر اسمها بصراحة، كانت هي ابتدأت حملة لإزالة التجاوزات في شوارع بغداد. أتحدث عن شوارع بغداد، كان هناك تظاهرات، كان هناك ردة فعل، كان هناك اعتراضات كثيرة، وهم وعدوا حتى الحكومة بقتها وعدت بأنها ستقوم بالحل، ستقيم لهم أماكن خاصة، أسواق خاصة، ما تقطع رزقهم بهالطريقة أو تعطيهم تعويضات مؤقتة لحين الحل. يعني كلها ممكن أن تكون حلول، لكن المشكلة أنا برأيي في هاي المرحلة أستاذ عبد الرحمن اللي تسبق الانتخابات، كل شيء ممكن أن يعني يفسر على أنه ترويج للدعاية الانتخابية، استخدام الدعاية الانتخابية. لكن الدعاية الانتخابية عندما تمس قوت الناس، تمس حقوق الإنسان، قل بهذه بأن هذه الدعاية ستخفق في النهاية. الذي يعني دعاية السيد الكاظمي يعني ستخفق برأيك في مساعي لتثبيت سلطة الدولة عبر إزالة التجاوزات، لأن تتحارش بقوة العالم الناس العادية، بينما أكو استثمارات تعدي على الدولة ما حد يتحارش بها. ما هي هاي استاذنا، يعني خلال يعني دراستنا في والبحوث اللي قريتها انا بهالمواضيع،
انه اللي يجعل الدول تتهاوى وتتساقط كاوراق الخريف هي انتهاكات حقوق الانسان. لا شيء اصعب من ان تنتهك حقوق الانسان. يعني حتى التحذيرات من الامم المتحده للدول اللي تنتهك حقوق الانسان، شاهدت الرئيس الوزراء السابق السيد عادل عبد المهدي عندما يعني حصل انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين كيف كانت النتائج سلبية بشكل كبير. ليس هذا فقط، يعني ليس فقط انتهاك حقوق الإنسان، وإنما حتى يعني الاعتداءات التي تحصل على هؤلاء اللي موجودين. يعني القانون يقول يجب أن يكون هناك إنذار، يجب أن يكون هناك تنبيه، ومو بس إنذار وتنبيه. 154 أتحدث عن جميل. البعض يتحدث أيضا عن تعويض، إذا كان أكو تعويض لأصحاب الأكشاك والبسطيات كيف يكون؟ تعويض ها صح، كيف يكون شكل التعويض هذا؟ هو هذا هو، شوف استاذ، يعني انا تحدثت لك هم دا يطبقون القرار 154 لسنه 2001، قلت لك التضارب يعني الزمني والتضارب في النهج السياسي السابق والحالي، يعني تختلف القضيه، تختلف بشكل كبير اولا. ثانيا انت ممكن انه تتخذ قرار، يعني هذا الموضوع برايي الشخصي مجلس الوزراء يتخذ قرار يعوض، يعوضهم مؤقت، يعني كان يكون مثلا حتى تنحل المشكلة ويقيم لهم أماكن خاصة كان تكون 3 أشهر مثلا، هو عادة في هكذا قرارات تقول 3 أشهر، نعطيهم يعني رزقهم لمدة 3 أشهر حتى يعني ما يذلون، ما يعني يتعبون بالحياة، مع عوائلهم تنتهك أمورها، انطيهم رواتب 3 أشهر أو ما يحصلوا على 3 أشهر، ثم بعد ذلك ابدأ بإزالة أو تحويلهم إلى مكان آخر أو زيل التجاوزات. نعم. إحنا استاذنا النظام الاقتصادي هو نظام السوق، النظام الحر القائم على الاستثمارات الخاصة رؤوس الأموال. أنت من ناحية تشجع رؤوس الأموال بالاستثمار وتنطي قروض صغيرة، ومن ناحية تشيلها هاي راح واحد يجي يقول لك ما هو دين تكون الرصيف أو الهاي، طيب وفروا لهم البدائل حتى يروحون. هي هاي الأستاذنا يعني العقدة الموجودة في المنشار. نعم، الخبير القانوني الأستاذ علي التميمي كنت معنا، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. إليكم الشكر موصول أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.